وننتقل الآن إلى نقابة الأطباء لعقد المؤتمر الصحفي الذي يعقده اتحاد الأطباء العرب. مسانداً في الحداثة التي لم تفتح لها المعابر وكذلك المملكة الأردنية، هذا لابد أن يكون يتضمن البيان هذا الأمر. موافق. أود أسأل رأيك، ما رأيك في الموقف العربي بعدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم ورفض الوطن البديل؟ لابد أن يخرج هذا في بيانكم إن شاء الله. موافق جدا يا أستاذ ماهر، وهذا الكلام قيل في الحوارات لعله بس لم نذكره، لكن يضاف إن شاء الله، يتسجل الدكتور عصام، ولو تحب تصغها كما قلت ونضيفها كما قلت إن شاء الله نعم، لأنها ذكرت طوال المناقشات، فهذا أمر محسوم إن شاء الله. لا لا بالعكس، كتر خيرك واكتب الصياغة اللي أنت عايزها إن شاء الله تضم للبيان بإذن الله. شكرا أستاذ مان. تفضل. نعم. إبراهيم أحمد، الوطن العربي. تفضل. إيه طول تأمين الأطباء والكوادر الطبية في غزة في ظل الضرب المستمر؟ طرق ايه حضرتك بتقول؟ تأمين. تأمين. الأطباء والكوادر الطبية في غزة في ظل الضرب الممتع. هي المأساة قائمة. فإحنا ما استطعنا، وده اللي اتقال برضه في كل اجتماع، ما استطعنا أن نفعله سنفعله مباشرة أو بالتعاون مع يعني الدول ذات العلاقة. فإحنا حريصين على هذا التنسيق، لكن لازم تعرف ان ما يتم هو كارثه بكل المقاييس، على اللي موجودين في الداخل واللي عايزين يجوا من الخارج. فاحنا ان شاء الله ما استطعنا ان احنا نتواصل مع الدول المعنيه في هذا سيتم، لان احنا لابد ان نلتزم بيعني قوانين ولوائح الدول المختلفه. ما استطعنا فيعني ان شاء الله يا استاذ ابراهيم. في اي اسئله ثانيه؟ دكتور أمل المدير. مساء النور دكتور أمل محمد أمين من موقع نهار الجزء المغربي وأخبارنا في الأردن. السؤال طبعا احنا عارفين ان دلوقتي غزة معزولة تماما لأن المعابر مقفولة، بس هل في خطة محطوطة علشان إن شاء الله إذا المعابر اتفتحت وبقى في فرق طوارئ إن أنتوا تدخلوا الغزة إن شاء الله؟ هو قطاع الإغاثة جاهز ومستعد، ولنا فيه مكتب للاتحاد داخل غزة برضو يعني قدر المستطاع بيشتغل، وربك بيفرجها إن شاء الله إن شاء الله. لكن طبعا في الذهن على طول احنا جاهزين عندما تسمح الظروف، لن نتوانى لحظة. وده برضو يتقال على نفس كثير من الأطباء، يعني قاعد منتظر إن الدنيا تفك. فإن شاء الله هذا الأمر موجود في الحسبان، وربنا سهل سيان كأطباء أو كتجهيزات طبية وأدوية إن شاء الله. في أي أسئلة ثانية؟ أستاذ محمد حلمي. شكرا دكتور. التوصيل لهجة النادي وسرعة الفعل توصيل فاعلة واقعية تتوافق مع ما بيحدث في الشقة في غزة، لكن هل بعد افتتاح المعرض إن شاء الله هيكون في أطباء من تمام؟ على فكرة كل الزملاء اللي حضروا النهاردة عبروا عن هذا وعلى الاستعداد وعلى القوائم المنتظرة كمتطوعين، بس الدنيا تتفتح. يعني مش بس مصر، معظم اللي كانوا موجودين من 16 دولة قالوا ان احنا عندنا قوائم جاهزة ستاند باي كده عشان تدخل. فربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير. طيب أي سؤال تاني؟ أي استفسار؟ عايزين من معالي الدكتور السلطان. هو معالي دي تقصد أنا يعني؟ طب بلاش اسحبها بقى، الله يكرمك. إذا كنت أصل أنت قلتها تاني مرة، أنا مال أنا ومال معالي دي يا عم. سعادة الأمين معانا، عايز 16 دولة رفع إلى نصف المليون واحد أثمان المركز، نعدل 16 دولة على الهواء العربية اللي شكلت في الاجتماعي. هات يا ابني القوائم فين؟
في بث مباشر على الهواء. انت بتتفرج عليه؟ خلي الله. لا لا. عندنا شوف ادي لبنان، مصر، الاردن، السودان، لبنان، السودان، فلسطين، المغرب، اليمن، موريتانيا، سوريا، تونس، الجزائر، الصومال، والأرض الصومال دول بلدين على فكرة، العراق، جزر القمر، جيبوتي، مش كده؟ هو أنا في على فكرة بلدين أنا عديتهم لأن ما